أعزائي الطلاب، يسعد صباحكم جميعا. طبعا إحنا مبلشين بالدرس الأول من درس متتاليات ومتسلسلات، أخذناه بالحصة السابقة، وكان في معكم واجب بعض التدريبات والأسئلة اللي أنا طلبت منكم أنكم تحلوها، واليوم رح نحلها مع بعض، بس بتمنى تكونوا حلتوها وتقارنوا إجاباتكم مع الحلول اللي رح نحلها اليوم، وإن شاء الله إذا كان في أي حدا عنده سؤال أو شيء مش واضح يوضح معاه اليوم من خلال حل التدريبات والمسائل إن شاء الله. طبعا إحنا وصلنا بالحصة السابقة عند تدريب تنين صفحة 133، نجد الحد العام للمتتاليات. إحنا الأفكار اللي أخذناها بالحصة السابقة هي كيف نوجد الحد العام، ويكون عند شو كيف يكون عندي متتالية، وهاي المتتالية كيف أحدد أنا الحدود عنا. طيب الآن أنا عندي متتالية واحد ونص وثلث وربع، طالب منك أنا توجد لي الحد العام لهذه المتتالية. إحنا حكينا أول خطوة بنعملها دائما بنحط الرتب، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طبعا هذه المتتالية أنا عندي هي غير منتهية. طيب كيف نوجد إحنا الحد العام إلها؟ طالما إنها كسر نطلع أول شيء على البسط بعدين على المقام. البسط عندنا واضح ايش هو، دائما هو عبارة عن العدد واحد ما تغير. طيب نيجي للمقام، بنلاحظ انه شيء طبيعي مقام اي عدد بيكون عندي انا صحيح واحد، الواحد مع الواحد، اتنين مع اتنين، تلاتة مع التلاتة، اربعة مع الاربعة. اذا قيمة نون اللي هي الرتب هي ثابتة ما تغيرت في جميع الحالات، اذا الحد العام رح يكون عندي حال نون يساوي واحد على نون. لو بدي اوجد مثلا الحد الخامس رح يكون عندي واحد على خمسة، الحد السادس واحد على ستة. طب خلينا نتحقق التحقق من الحد الرابع، هل قيمته نفسها موجودة عندي ولا لا؟ رح يكون عندي واحد على أربعة، وهيته عندي هنا واحد على أربعة، إذا فهي صحيحة. طيب نيجي عنا ل تتمة الأسئلة، هذا تدريب تنين. واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة، كيف بدي أوجد أنا الحد النوني إلها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى ما لا نهاية فهي غير منتهية. طيب الحد النوني يساوي الواحد مع الواحد، اثنين مع الثلاث، ثلاثة مع الخمسة. طيب نشوف هل في عندي هون بين القيم في فرق، واحد للثلاثة في فرقية اثنين، ثلاثة للخمسة اثنين، خمسة للسبعة اثنين. إذا أنا بهاي الحالة بدي أعتمد على العدد اثنين وأستخدمه في إيجاد الحد النوني اثنين. خلينا نجرب نشوف. طيب لو نحكي اثنين بواحد اثنين، بس هون أنا عندي الواحد مرتبطة مع مين؟ مع الواحد. اتنين ناقص واحد راح تعطيني واحد. طيب إذا لو أحكي اتنين نون ناقص واحد، أشوف دائما لما أنت تفترض حد نوني لازم تجربه على أكثر من حالة وتتأكد إنه هذا الحكي صحيح ولا لا. طيب الآن نيجي نجرب الحد الثاني، اتنين في اتنين ناقص واحد، أربعة ناقص واحد تساوي ثلاثة، صحيح. طيب نيجي نكمل نشوف الحد الثالث، هل تطلع معي صحيح ولا لا؟ تنين نون ناقص واحد، احنا حكينا الحد النوني، تنين نون اللي هي قيمة تلات، في تلات ناقص واحد، ستة ناقص واحد بتساوي خمسة. طيب الحد الرابع، تنين في أربعة مكان نون ناقص واحد، تمانية ناقص واحد وتساوي عنا سبعة، صحيحة. إذا الحد النوني اللي احنا رح ناخده ورح نعتمده هو حال نون يساوي تنين نون ناقص واحد. طيب نيجي للي بعديها، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية فهي غير منتهية. نجي هون الواحد صارت واحد، اثنين ثمانية، الثلاث سبعة وعشرين، الأربعة أربعة وستين. طيب الحد النوني بإيش بذكرنا من قوانين الأسس؟ واحد واحد، اثنين ثمانية، ثلاثة سبعة وعشرين. طيب الواحد تكعيب واحد، اثنين تكعيب ثمانية، ثلاثة تكعيب سبعة وعشرين، الأربعة تكعيب أربعة وستين. إذا الحد النوني بهاي الحالة رح يكون عندي نون تكعيب. شوفي اللي بعديها، عنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، ومثل ما حكينا غير منتهية. الآن الواحد مقابل الصفر، اثنين ثلاثة، ثلاثة ثمانية، أربعة خمستاش. طب الحد النوني بهيك حالة كيف بده يكون عندي؟ طب لو أنا أحكي نون تربيع ناقص واحد،
هل ممكن أنا عندي تزبط؟ نون تربيع ناقص واحد فرضا. نون إحنا حكينا هي مين دائما؟ الرتب، هي تساوي نون. نون تربيع ناقص واحد، واحد تربيع ناقص واحد أكم؟ صفر. طيب اتنين تربيع ناقص واحد، أربعة ناقص واحد تلاتة. طيب تلاتة تربيع ناقص واحد، تسعة ناقص واحد تساوي تمانية. أربعة تربيع ناقص واحد، ستاش ناقص واحد خمستاش. إذا صحيحة، زبطت معنا. طبعا إحنا اللي حل معنا كل الأسئلة السابقة مع هاي الأسئلة، بنلاحظ إنه بصير عندنا مباشرة إنه نقدر نحسب الحد النوني أو الحد العام. خلينا نوجد، هي خلصنا تدريب. السؤال الثاني صفحة 135، طالب منا أيضا نكتب الحد العام للمتتالية نص ثلثين ثلاثة على أربعة أربعة على خمسة. إحنا أخذنا أمثلة كبيرة في بداية الدرس، بنلاحظ إنه هاي الأمثلة بنلاقي منها من ضمن التدريبات والأسئلة، يعني مغطية كل أفكار الدرس، في إشي صار يكون منها مكرر. واحد اثنين ثلاث أربعة، طبعا منتهية. الحد النوني، في أنا عندي كسر، حط خط الكسر. بنلاحظ عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة، هي نفس قيام الرتب اللي هي نون، إذا في البسط في عندي نون. طب المقام، الواحد بتقابلها اثنين، اثنين بتقابلها الثلاث، الثلاث بتقابلها الأربعة، الأربعة بتقابلها خمسة. بنلاحظ الفرق بين الواحد والاثنين، واحد، اثنين والثلاثة واحد، ثلاثة الأربعة في زيادة واحد، إذا بقدر أحكي أنا نون زائد واحد. وبدنا نجرب، خلينا نتحقق من خلال الحد الثالث. الحد الثالث يعني أنا مكان نون أحط رقم ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة زائد واحد وتساوي ثلاثة على أربعة. الحد الثالث ثلاثة على أربعة، إذا صحيحة. لو أنا بدي أطلب منك فرضا جد الحد الخامس، الحد الخامس بهي الحالة بده يكون يساوي، بدي أعوض في الحد القاعدة، خمسة على خمسة زائد واحد وتساوي خمسة على ستة. تمام. الآن كمان نشوف إيش في عنا كمان أسئلة، في له كمان أفرع. باء 3 على 2، 3 على 4، 3 على 8، 3 على 16. 1 2 3 4. طب مين عنده الارقام اللي انا بكتبهم؟ هي رتب اللي هي نون، قيم نون وهي منتهيه، بتمثل قيم المجال، نذكر ان هذا الحكي حكيناه. طيب حانون في عندي كسر، نحط خط الكسر. اول شيء نطلع على البسط، هو عباره عن عدد ثابت وليس متغير، ثلاث ثابت في جميع الحالات. نيجي على المقام، الواحد قابلها اثنين، اثنين بتقابلها الأربعة، الثلاثة بتقابلها الثمانية، الأربعة بتقابلها الستاش. طيب بهيك حالة احنا كيف احنا بدنا نوجد القاعدة؟ خلينا نشوف الواحد لما صارت اثنين، يعني هي نون زائد واحد. طيب الثانية نون زائد اثنين، بتزبطش. طيب لو أجرب مثلا تنين للقوة نون، تنين للقوة واحد تنين، تنين للقوة تنين أربعة، تنين للقوة تلات تمانية، تنين للقوة أربعة ستاش. إذا صحيحة. نلاحظ إنها مرت معنا متتالية، في السابق حليناها كانت تنين أربعة تمانية ستاش، ومر معنا في وقت تاني كمان متتالية واحد تنين أربعة تمانية ستاش، ورح تمر معنا ونشوف الفرق بينهم. إذا لما يكون عندي 2 4 8 16، لما طبقنا 2 للقوة نون زبطت معنا. خلينا نشوف الحد الثالث ويساوي 2 للقوة نون ويساوي 2 للقوة 3 ويساوي 8. إذا 3 على 8 كلها. إذا هون بنكتب هون 2 للقوة نون. طيب لو أحكي لك جد الحد الخامس، نطبق على القاعدة وتساوي 3 على 2 للقوة 5، 3 على 2 للقوة 5 عبارة عن 5 مضروبة بنفسها 5 مرات، 32. طيب نيجي للي بعديها، برضو أخذنا شيء زيها، والآن التكرار بعلم الشطار. عندي 5 سالب 5، 5 سالب 5، 5. إحنا أخذنا في السابق 1 سالب 1، 1 سالب 1، 1 إلى ما لا نهاية. وفي أوقات أخرى أخذنا العدد معكوس، يعني إنه هون بدل 1 سالب 1، 1 إلى آخره. هاي الحد الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. طيب لما كان عندي بهيك حالة، لما يكون عندي عدد ثابت
والإشارة هي المتغيرة، إجأ للقاعدة السابقة اللي إحنا كنا نستخدمها اللي هي سالب واحد، يعني تعامل معي المتتالية كأنه العدد هو واحد سالب واحد واحد سالب واحد. لما كان عندي واحد سالب واحد واحد سالب واحد، كانت عندي عبارة عن سالب واحد للقوة نون. بنلاحظ سالب واحد للقوة واحد، عندي هنا واحد المفروض إنه يكون سالب واحد، إذا شو بدي أعمل؟ ناقص واحد. شو بتصير؟ سالب واحد للقوة واحد ناقص واحد صفر، سالب واحد للقوة صفر واحد، صحيحة. طب هون سالب واحد للقوة اتنين ناقص واحد واحد، سالب واحد للقوة واحد سالب واحد، صح. لكن أنا عندي الأعداد مش واحد سالب واحد واحد سالب واحد واحد، عندي خمسة سالب خمسة خمسة. إذا باخد هذه القاعدة اللي ح نون تساوي سالب واحد للقوة نون ناقص واحد، بضربها بالعدد خمسة. كيف؟ خلينا نطبق على الحد الأول. سالب واحد للقوة طبعا نون واحد ناقص واحد ضرب الخمسة، واحد ناقص واحد صفر، سالب واحد للقوة صفر واحد ضرب خمسة خمسة، عندي خمسة صح. نيجي للحد الثاني، سالب واحد للقوة تنين مكان نون تنين ناقص واحد ضرب خمسة، سالب واحد للقوة واحد ضرب خمسة، سالب واحد ضرب خمسة سالب خمسة، نعم صحيحة سالب خمسة. نيجي للحد الثالث آخر تحقق، نطبق القاعدة، لازم دائما لما نطبق الحد النوني نطبقه على أكثر من حد، أقل إشي ثلاث حدود يكون ينطبق ب صحيح يكون. أول شيء عندي سالب واحد للقوة نون ناقص واحد، حكينا ضرب خمسة. أنا بدي الحد الثالث يساوي سالب واحد للقوة نون ناقص واحد في خمسة، الثلاثة دعوتها أنا مكان نون. طيب بصير سالب واحد للقوة ثلاثة ناقص واحد اللي هي سالب واحد للقوة اثنين ضرب خمسة، سالب واحد للقوة اثنين طبعا هنا عدد عندي زوجي، إذا يصير واحد ضرب خمسة وتساوي خمسة، وهي أنا عندي الحد الثالث هيو خمسة، إذا هي صحيحة. طيب أنا قبل ما ندخل للفرع دال، في عنا كمان فرع بالصفحة اللي بعديها مشابه لهذا فرع جيم. هون خلينا نلاحظ، هون بلشنا بالعدد الموجب، هون بلشنا بالعدد السالب، مع العلم انه نفس العدد، هنا كان خمسة هنا كان أربعة، واحنا اخذنا في السابق زي ما حكينا اخذنا الحالة اللي بيكون عندي واحد سالب واحد واحد سالب واحد الى ما لا نهاية، والمرة الثانية اخذنا العكس سالب واحد واحد سالب واحد واحد الى ما لا نهاية، اخذنا بهدول الحالتين. طيب الان ما ينطبق على الحالات الثانية، لما يكون عندي نفس العدد بس الاشارة المختلفة ينطبق على هدول الحالتين، بفارق انه القاعدة الحد النوني بضربها بالعدد خمسة او بالعدد اربعة. نيجي هون نشوف، احنا بلشنا بالعدد سالب، يعني كانها سالب واحد واحد سالب واحد واحد سالب واحد. لما بلشنا بالعدد واحد اللي هو العدد الموجب، كانت عندي القاعدة أخذناها سالب واحد للقوة نون ناقص واحد. ليه؟ حكينا هون في هذا النمط من الأمثلة إحنا بنتحايل على الأسس، يعني لما تكون الأسس فردية والعدد هنا سالب يبقى سالب، لما تكون الأسس زوجية والعدد هنا سالب يصبح عدد موجب. طيب هنا كان أنا عندي الأولاني هو العدد موجب، فسالب واحد للقوة نون ناقص واحد واحد ناقص واحد صفر، سالب واحد للقوة صفر واحد. لكن لما أبلش بالعدد سالب بتكون الحا نون تساوي سالب واحد للقوة نون فقط. ليه؟ سالب واحد للقوة واحد سالب واحد، سالب واحد للقوة اثنين اثنين، سالب واحد للقوة ثلاثة سالب واحد. أسس فردية يبقى سالب، أسس زوجية يصبح العدد موجب. لكن أنا عندي القاعدة مش سالب واحد واحد سالب أربعة، هي عبارة عن العدد أربعة، فبضرب القاعدة كاملة بالعدد أربعة. كيف؟ خلينا نشوف، الحد الأول يساوي سالب واحد للقوة نون اللي هي واحد ضرب أربعة، ويساوي سالب واحد ضرب أربعة ويساوي سالب أربعة. هل الحد الأول عندي سالب أربعة؟ نعم طبعا هدول عندي نون، هنا القيم. الحد الثاني يساوي سالب واحد للقوة نون ضرب أربعة، سالب واحد للقوة تنين ضرب أربعة، ويساوي أسس زوجية العدد هنا سالب يصبح موجب، واحد ضرب أربعة ويساوي أربعة. هل الحد الثاني عندي أربعة؟ نعم هاي الحد الثاني عندي أربعة. نيجي للحد الثالث، سالب واحد للقوة نون ضرب أربعة، سالب واحد للقوة ثلاثة ضرب أربعة، أسس فردية رح ضلها سالبة، ضرب أربعة سالب أربعة. هل الحد الثالث سالب أربعة؟ نعم. وهكذا إذا الحد النوني عندي بهاي الحالة يساوي سالب واحد للقوة نون ضرب سالب
أربعة. وحكينا هذا النمط من الأمثلة دائما اتذكر وارجع للمتتالي واحد سالب واحد واحد أو سالب واحد واحد سالب واحد، وحكينا الحد النوني في كل حالة بين هاي الحالات لما يبلش عندي بالعدد السالب راح يكون عندي ح نون يساوي دائما سالب واحد للقوة نون، ولما نبلش بالعدد الموجب رح يصير عندي ح نون يساوي سالب واحد للقوة نون ناقص واحد. وحكينا لو إن عملناها على أساس إنها نون زائد واحد برضو بتزبط معي، لأنه هون الهدف هو التحايل على الأسس مثل ما حكينا. تمام، الآن ننتقل أو نرجع للمثال السابق اللي كان معنا سالب واحد سالب تنين سالب أربعة سالب تمانية سالب 16. طيب هي أنا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة منتهية. أول شيء إحنا نجد الحد النوني، ونلاحظ إنه عندي السالب متكررة في جميع الحالات. تمام، نتذكر إنه هاي المتتالية مرت معنا لما كانت عندي أعداد زوجية وليست أعداد سالب. بهيك حالة طالما أنا عندي السالب واحد موجود في جميع الحالات نقدر نوجد الحد النوني له بالأخير أضرب القيمة الناتجة عندي بالسالب واحد. الآن لما كانت عندي أنا واحد اثنين أربعة ثمانية 16، هل مرت معنا بالمسائل السابقة؟ لا، راح تمر معنا بحالة تانية لما تكون موجبة، بس مرت معنا لما كانت اثنين أربعة ثمانية 16 وأوجدنا الحد النوني إلها. طيب الآن نتعامل مع المتتالية على أساس إنها واحد مقابل واحد اثنين اثنين ثلاثة أربعة أربعة ثمانية خمسة 16، وبالأخير بناخد القيمة اللي احنا بدنا نوجدها وبنضربها بالسالب واحد. خلينا نشوف الحد النوني. بين الواحد والتنين في عندي واحد، بين التنين والتنين في عندي اثنين، الأربعة والتنين والتمانية عفوا في عندي أربعة. إذا في عندي من مضاعفات العدد تنين، إذا أنا بقدر أستفيد من العدد تنين في إيجاد قيمة الحد النوني. طيب خلينا نشوف لو حكينا تنين للقوة نون. تنين للقوة واحد تنين خطأ، تنين للقوة تنين أربعة خطأ. طيب تنين للقوة تنين للقوة واحد تنين، بس هنا أقل منها بواحد، خليني أجرب. تنين للقوة نون قيمتها واحد، واحد ناقص واحد تساوي تنين للقوة صفر تساوي واحد. طب انطبقت على الحد الأول، أشوف الثاني. الحد الثاني تنين للقوة نون ناقص واحد تساوي تنين للقوة اثنين ناقص واحد، تنين للقوة واحد وتساوي تنين. هل الحد الثاني تنين؟ صحيح. شوف الحد الثالث تنين القوة نون ناقص واحد ويساوي تنين القوة ثلاثة ناقص واحد تنين تربيع وتساوي أربعة. هذا الحد الثالث، هل الحد الثالث عندي أربعة؟ نعم هيو. طيب نجرب الحد الرابع، أربعة ناقص واحد تنين تكعيب تمانية، هل الحد الرابع تمانية؟ نعم صحيح. إذا الحد النوني بهيك حالة هو عبارة عن تنين للقوة نون ناقص واحد، بس أنا الإجابات كانت تطلع عندي في جميع الحالات سالب واحد سالب تنين سالب. إذا هاي القاعدة الحد النوني تنين للقوة نون ناقص واحد بضربها بالمحصلة الجواب بيطلع معي في السالب واحد. شو بتصير عندي هون؟ تنين للقوة نون ناقص واحد ضرب سالب واحد. إذا حد النوني تنين للقوة نون ناقص واحد ضرب سالب واحد. طب لو احكي لك خلينا نتحقق، خلينا نوجد الحد الخامس. الحد الخامس بدي اعوض خمسة مكان نون، تنين خمسة ناقص واحد ضرب سالب واحد، تنين للقوة أربعة ضرب سالب واحد، 16 ضرب سالب واحد وتساوي سالب 16. هل صحيحة؟ نعم صحيحة. احنا مهم عندنا في ايجاد الحد العام للمتتاليات انه نربط المسائل اللي احنا بنحلها ببعض ونتذكرها. هون لما كان عندي الاعداد سالب وموجب ربطناهم، هون لما يكون عندي العدد 1 2 4 8 و16 والاشاره السالبه عرفنا كيف انه نوجدها. طب انا بدي احل هاي المساله على اساس انها تكون عندي العدد بس موجب وموجود مع العلم الموجود معنا في لعب هذا الاسئله. خلينا بس نتاكد. نعم هاي هذا السؤال تدريب 5 صفحة 134، جد الحد العام للمتتالية 1 2 4 8 16 نفس المتتالية، بس هنا عندي منتهية، هنا عندي غير عفوا هنا غير منتهية هنا منتهية. هذا 1 2، هنا كانت عندي الحدود مضروبة بالسالب 1، هنا كليتها عندي موجب.
موجب 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 موجب. طيب هون لو اجي احكي لك، يلا اشوف، خلينا نوجد الحد النوني بهيك حاله. كيف بدنا نوجده؟ بدي انسى السالب واحد، خلاص مش موجود عندي بالحدود سالب واحد. طيب نيجي هون، هي انا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الأول بقابله الواحد، اثنين بقابله اثنين، ثلاثة بقابله الأربعة، أربعة ثمانية. ما في نظام معين ممكن أن أمشي عليه، هون لو أطلعت ممكن أستفيد من شيء معين، في عندي الفرقية واحد، هون اثنين، هون في عندي أربعة، بلشنا من مضاعفات العدد اثنين، حكينا بهيك حالة بقدر أستفيد أنا من مضاعفات العدد اثنين في إيجاد الحد النوني، خليني آخذ اثنين، لو بدي أحكي اثنين القوة نون، هي نون. هاي قيم نون، اثنين القوة واحد اثنين ما بتزبط، اثنين القوة اثنين أربعة ما بتزبط، اثنين القوة ثلاثة ثمانية هنا أربعة ما بتزبط. طيب لو أجرب مع النون، يا بضيف عدد يا بنقص عدد، بس أنا بلاحظ هنا القيم هي ثابتة ثابتة، هنا زادت، خلينا نجرب نشوف، الأربعة صارت ثمانية، خلينا نجرب اثنين للقوة نون ناقص واحد رح تزبط معنا ولا زائد واحد؟ اثنين الحد الأول للقوة نون ناقص واحد، تنين للقوة واحد ناقص واحد، تنين للقوة صفر تساوي واحد، هيها واحد، إذا الأولى انطبقت. الحد الثاني تنين للقوة نون ناقص واحد، تنين للقوة تنين ناقص واحد، تنين للقوة واحد تساوي تنين، هل عندي تنين صحيحة؟ الحد الثالث تنين للقوة ثلاثة ناقص واحد، تنين تربيع تساوي أربعة، صحيحة. الحد الرابع تنين للقوة أربعة ناقص واحد، تنين تكعيب ثمانية، صحيحة. احنا اذا بنجرب هيك حالة، تنين للقوة نون ممكن انقص او ازيد، بنطبق، حكينا اقل اشي لازم نطبق على اكثر من حالة، هي الحالة الثانية الثالثة الرابعة، تمام؟ حتى انا نشوف الحد النوني ونكون متأكدين منه، فالحد النوني بهاي الحالة كان حانون يساوي تنين للقوة نون ناقص واحد، لكن هون يعني كانت الاعداد عندي سالبة زي ما هي واضحة عنا، اخذنا تنين للقوة نون ناقص واحد، ضربنا المقدار كله في السالب واحد. حلو بالدراسة انه نربط الافكار ببعض ونركز بالدراسة منيح، ما نحل عشوائي عشان ما نحل انه في كل مرة انتقلنا لمسألة جديدة وانه وين رحنا ضعنا مش فاهمين. كتروا من الحل بس بربط الافكار وترتيبها والانتباه الها حتى اننا نتمكن ان نكون فاهمين من المادة. ننتقل الان للفرع اللي بعده. طب معلش لحظة قبل ما ننتقل للفرع اللي فوق، خلينا شوي أذكركم بفرع أخذناه بالسابق، نفس المتتالية بس بدل ما يكون في عندي واحد هو الحد الأول، الحد الأول يكون اثنين، بعدين أربعة ثمانية ستاش، هيها هون اثنين أربعة، هي ملاحظة اثنين أربعة ثمانية ستاش، شلت الحد الأول وصار الحد الأول عندي اثنين. طب إيش رح يكون الحد النوني بهي الحالة؟ مع العلم إنه هذا السؤال حليناه بإحدى الأفرع السابقة بس بذكركم فيه بفرجيكم إياه. الآن الحد النوني حكينا بهي الحالة كان في عندي هون الفرق بين كل مرة ومرة هو التنين أو مضاعفات التنين، فاعتمدنا التنين كعدد أساسي بيساعدني في الوصول للحد النوني. طيب تنين، لو حكينا تنين للقوة واحد تنين، تنين للقوة تنين أربعة، تنين للقوة ثلاثة ثمانية، تنين للقوة أربعة ستاش، إذا الجواب رح يكون عندي تنين للقوة نون، تنين للقوة نون، الحد الرابع تنين للقوة أربعة يساوي ستاش. نعم صحيح. أذكركم هذا السؤال إحنا حليناه لا تتذكروا بهذه الصفحة اللي إحنا اليوم بلشنا فيها بحل التدريب، كان في أولها الرقم 11 اللي هو من الأمثلة اللي كنا كاتبينها 2 4 8 16 من غير الرقم الأولاني يعني اللي قبله اللي هو 1، وجدنا الحد النوني كان عندي 2 للقوة النون. حلو، نعم نربط الأفكار ببعضها. نرجع هون للفرع اللي بالأول، نص نص تربيع نص تكعيب نص القوة 4، حان نون بهي الحالة أنا عندي كسر، والكسر بنلاحظ إنه هو نفسه متكرر فيه كل مرة. طب هي الأول، هي الثاني، هي الثالث، هي الرابع، بنلاحظ إنه الأسس هون 2 2 3 3 4 4، وكاني أحط القوة واحد هي نفس القيمة، إذا الحد النوني هو عبارة عن نص. القوة مين هاي القوة؟ نون. مين هي نون؟ نون الرتب، واحد واحد واضحة، 2 2 3 3 4 4 ما بدها شغل، إذا الحد النوني نص للقوة نون. تمام، فهون هيك بنكون حلينا كل الافرع الموجوده بالكتاب على كيف نوجد الحد العام المتتالي، سواء كان بتمارين ومسائل الدرس او بالتدريبات او بالامثله، واخذنا كم هائل من الامثله الموجوده بالبدايه عندنا كانت في بدايه الحصه الاولى. الان بدنا ناخذ الفكره الجديده ومش صعبه عليكم. ثالثا اذا الدرس كليته مقسم الى ثلاثه اقسام حكينا او ثلاث افكار وبسيطه، اكتب الحدود الخمس الأولى المتتالية التي حدها العام، سهلة.
أنا معطيك الحد العام جاهز وطالب منك تكتب لي الحدود الخمس الأولى، ما عليك إلا تعوض. ببدأ بالبداية الحد الأول، وإحنا بنعرف الحد الأول بعوضه مكان قيمة نون. وين في عندي نون بعوض مكانها قيمة الحد؟ واحد على واحد تربيع زائد واحد، لازم ننتبه لأولويات العمليات. واحد تربيع اللي هي واحد، واحد زائد واحد تنين، إذا قيمة الحد الأول نص. نيجي للحد الثاني أيضا أعوض، تنين مكان نون على تنين تربيع زائد واحد، تنين على تنين تربيع أربعة زائد واحد، تنين على خمسة. الحد الثاني، الحد الثالث، وطالب مني أول خمسة أيضا، ثلاثة على وين نون بحط قيمة الحد، ثلاثة تربيع زائد واحد، ثلاثة على تسعة زائد واحد، ثلاثة على عشرة. الحد الثالث، الحد الرابع، أربعة على أربعة تربيع زائد واحد، أربعة على ستاش زائد واحد، أربعة على سبعتاش يساوي الحد الثالث. الحد الخامس، خمسة على خمسة تربيع زائد واحد، خمسة على خمسة وعشرين زائد واحد وتساوي خمسة على ستة وعشرين. الحد الخامس. إذا إحنا أجدنا الحدود كلها، نيجي بنرتبها. الحد النوني يساوي نون على نون تربيع زائد واحد يساوي إيش هي الحدود اللي له؟ الحد الأول كانت عندي نص فاصلة، الحد الثاني تنين على خمسة، الحد الثالث كان ثلاثة على عشرة، الحد الرابع كان أربعة على سبعتاش، والحد الخامس كان خمسة على ستة وعشرين. طبعا هي عندي أنا منتهية، متتالية منتهية. ليه؟ لأنه حدد لي قيمة الحد الأخير اللي هو بدي إياه، هو الحد الخامس. تمام، نيجي لتدريب ثلاثة. طالب أيضا مني نفس الفكرة والتكرار زي ما حكينا، بعلم الشطار يا مس. طالب مني اكتب الحدود الخمس الأولى للمتتالية التي حدها العام، حال نون يساوي خمسة نون ناقص واحد. طيب نبدأ. الحد الأول يساوي، الأول بعوضها مكان نون، خمسة في واحد ناقص واحد، أولويات العمليات خمسة ناقص واحد يساوي أربعة. هاي الحد الأول. نيجي للحد الثاني، خمسة في اثنين ناقص واحد، عشرة ناقص واحد تسعة. نيجي للحد الثالث، خمسة في ثلاثة ناقص واحد، خمستاش ناقص واحد تساوي أربعتاش. نيجي للحد الرابع، خمسة في أربعة ناقص واحد، عشرين ناقص واحد تسعتاش. الأخير الخامس، خمسة في خمسة ناقص واحد تساوي خمسة وعشرين، ناقص واحد أربعة وعشرين تساوي الحد الخامس. طيب إذن أول شيء الحد النوني اللي هو خمسة نون ناقص واحد يساوي الحدود إيش هي كانت عندي؟ أربعة تسعة أربعتاش تسعتاش أربعة وعشرين، وهي منتهية أيضا مثل ما حكينا. نيجي الفرع اللي بعده، هاي ذكركم آلية الحل والطريقة والإجابات كاملة كيف بنرتبها. أول شيء بنوجد كل حد على جنب، بعدين بنرتب، نكتب الحد النوني ومقابله نكتب جميع حدود المتتالية. نيجي للسؤال الأول صفحة 135، أيضا طالب مني جد الحدود الخمس الأولى. بلش ب الحد فرع ألف، حانون تساوي نون تكعيب. الحد الأول يساوي مكان نون واحد تكعيب واحد، الحد الثاني تنين تكعيب ثمانية، الحد الثالث ثلاثة تكعيب، يعني ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة سبعة وعشرين. الحد الرابع يساوي أربعة تكعيب، أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة، عفوا ثلاث مرات، يساوي ستاش أربعة وستين. الحد الخامس خمسة تكعيب، خمسة بخمسة بخمسة، خمسة وعشرين في خمسة مية وخمسة وعشرين. خلينا نرتب الحدود، واحد ثمانية
27 64 125. نيجي لفرع ب، طالب منا الحد النوني يساوي 7 زائد 2 نون. الحد الأول نبدأ، 7 زائد 2 مكان نون بحط 1، 7 زائد 2 وتساوي 9. لاحظ الحد الثالث، 7 زائد 2 في نون اللي في 3 برا الأقواس، 7 زائد 6 وتساوي 13. ما يجي طالب يحكي لي 7 زائد 2 9 و9 في 3، لا انتبه لأولويات العمليات. الحد الرابع يساوي 7 زائد 2 في 4، 7 زائد 8. الحد الخامس 7 زائد 2 في 5، 17. نجي هون الحد النون يساوي 7 زائد 2 نون. الحدود اللي هي عند الحد الأول حكينا 9 13 15 17 أول عفوا مش موجودين، الحد الثاني الأول الثالث الرابع الخامس. تأكد هنا 2 في 3، هنا 2 في 4، 2 في 5. إذا نوجد هنا ملاحظة، هذا كتاب بالعين الثاني لأنه تتميز مش موجودين إحنا الحد الثاني. 7 زائد 2 في 2، 7 زائد 4. إذا كم عندي 11. إذا الحدود ترتيبها عندي الأول 9 الثاني 11، هي 9 الأول الثاني 11. ننتبه 13 15 17 أول ثاني ثالث رابع خامس. ننتبه نيجي للي بعده فرع جيم. حنون تساوي 2 القوة نون ناقص 1، راح تكون مرت معنا. خلينا نشوف الحد الأول يساوي 2 للقوة نون ناقص 1، 2 للقوة 1 ناقص 1، 2 ناقص 1 1. الحد الثاني ننتبه، هاي ناقص 1 المقدار كله، هيك انا عندي شعرت حالك بدك تخربش انه سالب 1 لمين تابعه. انتبه رتب الافكار. نيجي هون 2 للقوه 2 ناقص 1، 4 ناقص 1 تساوي 3. الحد الثالث 2 للقوه 3 ناقص 1، 8 ناقص 1 7. الحد الرابع 2 للقوة 4 ناقص 1، 16 ناقص 1 15. الحد الخامس 2 للقوة 5 ناقص 1، 32 ناقص 1 31. طيب نجي هون الحد النوني 2 للقوة نون ناقص 1 يساوي الحدود الأول عندي 1 3 7 15 31. نيجي للي بعده، هذا فرع جيم فرع دال. تمام الآن صارت مادة سهلة لأنه خلاص هو الصعوبة كانت إيجاد الحد العام. وإذا بتمشوا بأية الدراسة بالربط مثل ما إحنا أخذنا كيف نربط الأفكار جميعها ببعض ونركز عليها، بتهيألي رح تكون سهلة بالنسبة لكم. هون نوجد الحد الأول يساوي مكان نون بحط الأول 2 على 3 القوة 1، 2 على 3. الحد الثاني 2 على 3 للقوة 2 تربيع، بهيك حالة ننتبه التربيع حسب قوانين الأسس توزع على البسط وعلى المقام، بتصير 2 تربيع 4 على 3 تربيع 9. الحد الثالث 2 على 3 للقوة 3 ويساوي 2 بوزعها 2 تكعيب على 3 تكعيب، 8 على 3 3 9 9 3 27. نجي للحد الرابع. تمام 2 على 3 للقوة 4، 2 للقوة 4 على 3 للقوة 4. 2 للقوة 4 احنا نعرف انه 16، 3 للقوة 4 81. نجي للحد الخامس 2 على 3 للقوة 5، بنوزع بسط المقام 2 للقوة 5 على 3 للقوة 5،
اتنين للقوة خمسة 32 على 3 للقوة 5، 3 للقوة 84، مش مشكلة، بكل بساطة 81 في 3، 3 في 8 كم؟ 24، 243. إذا برتب الحدود، حد النوني يساوي 2 على 3 للقوة ن، بنرتب الحدود، الأول 2 على 3، بعدين 4 على 9، 8 على 27، 16 على 81، 32 على 243. هاي الفكرة، أنك أنت لما توجد الحدود الأول والثاني والثالث وهو معطيك الحد النوني، بتساعدك وبتسهل عليك في مرات تانية أنك أنت كيف تعمل العكس. لو أعطيتك إياها هي نفسها المتتالية، أنت تقدر توجد الحد النوني إلها بالاستعانة بالحد الأول واثنين على ثلاثة. طبعا شوف، خلينا نشوف نجرب، هي الأول، هي الثاني، هي الثلاثة، هي أربعة، هي خمسة. الأول 2 على 3، الثاني 4 على 9، الثلاثة 8 على 27. مش عارفين كيف بدنا نتصرف أو شو هو الأساس، بس إنما هون القاعدة الأساسية حكي لي 2 على 3 للقوة ن، هي 2 على 3 للقوة ن. طيب إحنا كيف بدنا نربط هذا الحكي بالأسس؟ طالما الأول يعني 2 على 3 للنون، والفرق بين الحدود 2 4 8، مضاعفات 2 هون مضاعفات 3، رح تكون القاعدة الأساسية 2 على 3. وجربها للقوة ن اللي هي مرة 1، مرة 2، مرة 3، مرة 4، مرة 5، فرح تكون عندي الحان ن تساوي 2 على 3 للقوة ن. طيب خلينا نيجي للفرع اللي بعده. ها، حان ن يساوي، هون ننتبه فكرة جديدة، كيف أنا أوجد الحدود ولكن بمعطيات مختلفة عن المعطيات السابقة. خلينا نشوف شو الفرق. هون معطيني الحد النوني، حان ن يساوي حان ن ناقص 1 زائد 1، معطيني قيمة الحد الأول، معطيني ملاحظة إنه نون قيمتها يجب أن تكون أكبر أو تساوي 2، ما تكون أقل من 2. طيب كيف أنا بدي أوجد الحدود الخمسة الأولى؟ طبعا المطلوب أول 5 حدود، هيك نمط من المسائل ولا شيء، بس اكتب الحد النوني. هاي انا بدي اوجد، هو معطيني الحد الاول، ببلش انا بالحد الثاني، اكتب الحد النوني، نون ناقص 1 زائد 1، عوض 2 مكان نون، 2 ناقص 1 هون زائد 1، طبعا هاي لحال، 2 ناقص 1 الحد الاول زائد 1. طب الحد الاول صرنا، طب انا كيف اجد الحد الاول؟ هو اصلا معطيني اياه، عوض قيمه الحد الاول هون، ناقص 3 زائد 1 تساوي -2، وهي تساوي قيمة الحد الثاني. بعيد، معطيني قيمة الحد الأول وحكي لي النون لازم تكون أكبر تساوي 2، يعني أول قيمة تعوضها أنا كان النون لازم تكون 2، وبده أول 5 حدود، ومعطيني الأول، ببلش بالثاني والثالث والرابع والخامس، بكتب قاعدة الحد النوني اللي هو معطيني إياها، عوض قيمة الحد الثاني، 2 ناقص 1 صارت الحد الأول رجعت. طالما رجعت عندي الحد الأول، طب أنا بعرف قيمة الحد الأول؟ آه نعم بعرفها، عوض قيمة الحد الأول بطلع مع قيمة الحد الثاني اللي هي -2. خلينا نكرر على الحد الثالث نشوف، برجع للقاعدة، بعوض 3 مكان نون، بتصير 3 ناقص 1 زائد 1، شو بتصير؟ 3 ناقص 1 الحد الثاني زائد 1. لاحظي إن بهاي الفكرة، أو لاحظ بهاي الفكرة إنه إيجاد كل حد يعتمد على قيمة الحد الذي يسبقه، إيجاد قيمة الحد الثاني اعتمدت على قيمة الحد الأول اللي هو معطيني إياها بالسؤال، لكن الحد الثالث عشان أوجده أنا لازم أكون أعرف قيمة الحد الثاني، وأنا فعلا بعرف قيمة الحد الثاني من الفرع الأولاني اللي إحنا أوجدناها، الحد الثاني زائد 1. إيش قيمة الحد الثاني إحنا أوجدناها؟ -2 زائد 1 تساوي -1 الحد الثاني. نيجي للحد الثالث، عفوا أوجدناها، الحد الرابع، بنعوض، ها 4 ناقص 1 زائد 1 تساوي الحد الثالث زائد 1. قيمة الحد الثالث أوجدناها، إحنا أوجدنا هون الحد الثالث اعتمد على الحد الثاني. طيب الحد الثالث كم طلع معنا؟ هون الثالث، انتبهوا، الثالث طلعت معي -1، الثاني -2، إذا بعوض قيمة الحد الثالث هي -1، -1 زائد 1 تساوي 0. مين هي؟ الحد الرابع. نوجد الحد الخامس، بنعوض مكان نون، حد 5 ناقص 1 زائد 1 وتساوي الحد الرابع زائد 1. ايش قيمة الحد الرابع؟ احنا اوجدناها 0،
زائد واحد وتساوي واحد وتساوي الحاد الخامس. رتب الحدود يساوي ح م ناقص واحد زائد واحد. أول حد هو معطيني إياه سالب تلات. الحد التاني اللي إحنا أوجدناه سالب تنين. الحد التالت اللي هو سالب واحد. الحد الرابع كان عندي صفر. الحد الخامس كان عندي واحد. تمام، نيجي الآن للفرع اللي بعده. الحد النوني تلت ح ن ناقص واحد، معطيني الأول 81 ونون أكبر أو تساوي 2. طيب الآن بدنا نبلش إحنا، معطيني الأول ببلش مباشرة بالحد الثاني. بنعوض في القاعدة الحد النوني، واحد على ثلاثة هي تلت، ح ن ناقص واحد هي 2، 2 ناقص واحد تساوي تلت، 2 ناقص واحد واحد وتساوي تلت. إيش قيمة الحد الأول؟ 81. 81 على 3 رقم 81 على 3 27. كيف قسمناها؟ 8 على 3 2، 2 في 3 6، كان بضل 2. 21 على 3 7. نيجي هون نوجد الحد الثالث، 1 على 3 الحد الثالث ناقص 1 يساوي 1 على 3 الحد الثاني. الحد الثاني أوجدناه؟ نعم. واحد على ثلاثة ضرب 27، 27 على ثلاثة، 27 على ثلاثة كم؟ 9 وتساوي الحد الثالث. الآن نروح للحد الرابع. بنعوض، تلت 4 ناقص 1، تلت 4 ناقص 1 3، الحد الثالث. تلت الحد الثالث، أكمل الحد الثالث عندي طلعت عندي 9 ضرب 9، 9 ثلاث ثلاث الحد الرابع. الآن الحد الخامس، انتهينا للأوضح. نعوض تلت، هون نحط 5 مكان نون، شو تصير؟ 5 ناقص 1 تلت الحد الرابع. تلت الحد الرابع، أكم قيمة الحد الرابع إحنا عنا طلعت؟ هيها ثلاث، ثلاثة على ثلاث، الحد الخامس يساوي واحد. الآن بس خلينا نرتب الحدود. الأول أعطاني إياه 81، الثاني طلعنا قيمته كانت 27، الثالث طلعت معنا 9، الرابع طلعت معنا 3، الخامس 1. طب ما في شيء، مجرد هي عبارة عن عملية تعويض، بس انتباه لأولويات العمليات وكيف تتعاملي معها. شوف ايش ضل عنا أسئلة. التدريب الرابع صفحة 134. التدريب الرابع واضح صفحة 134. الحد الأول معروف والحد النوني أنا معطيك إياه، لأن نوجد الحد الثاني. نعوض الحد النوني، نون ناقص واحد، تنين ناقص واحد، ناقص خمسة. الحد الأول ناقص خمسة، قيمة الحد الأول أكمل معطيك إياها، سالب ثلاثة ناقص خمسة سالب ثمانية وتساوي الحد الثاني. نيجي لا الحد الثالث، الحد الثالث بنعوض، ثلاثة ناقص واحد ناقص خمسة، ثلاثة ناقص واحد على الحد الثاني ناقص خمسة. الحد الثاني كم قيمته احنا طلعناها؟ سالب ثمانية ناقص خمسة، سالب سالب ديني ثمان دنانير، وزاد عليه كمان الدين خمس دنانير، بجمع الدينين وبحط إشارة الدين اللي هي 13 قيمة الحد الثاني. نيجي للحد الرابع، بنعوض، أربعة ناقص واحد ناقص خمسة، أربعة ناقص واحد اللي هي بتصير ثلاثة، يعني الحد الثالث، كم قيمة الحد الثالث؟ سالب 13 ناقص خمسة، نفس الشيء، شارة سالب وبجمع 18. نيجي للحد الخامس، الحد الخامس ح ن ناقص واحد ناقص خمسة،
خمسة ناقص واحد ناقص خمسة، الحد الرابع ناقص خمسة. الحد الرابع أنا مو شفت قيمته، اللي طلعت عندي السالب 18 ناقص خمسة والسالب 18 20 23. نكتب الحدود بترتيب من الحد الأول اللي هو معطيني إياه بالسؤال، الثاني سالب 8، الثالث سالب 13، الرابع سالب 18، الخامس سالب 23. الفرع اللي بعده، الحد الأول 2 والحد النوني 3 على 10 حنقول ناقص 1. نوجد الحد الثاني يساوي 3 على 10 حات 2 ناقص 1 يساوي 3 على 10، 2 ناقص 1 اللي هي الحد الأول، يعني 3 على 10 ضرب قيمة الحد الأول اللي هي 2. نختصر بهيك حالة، هي 1 هي 5، 3 على 5. نكمل الحد الثالث، الحد الثالث نفس الشيء، 3 على 10 ضرب الحد 3 ناقص 1 يساوي 3 على 10 ضرب 3 ناقص 1 2، قيمة الحد الثاني، هي قيمة الحد الثاني، 3 على 10 ضرب 3 على 5 اللي هي قيمة الحد الثاني. هيك حالة 3 في 3 9 على 10 في 5 50. نيجي للحد الرابع، 3 على 10 يجي عندنا هون الحد الرابع، 4 ناقص 1، 3 على 10 ضرب حد 4 ناقص 1 اللي هي 3 الحد الثالث، وتساوي 3 على 10 قيمة الحد الثالث طلعت عندنا كم؟ 9 على 50، 27 على 500. طيب نيجي الحد الخامس والأخير، 3 على 10 ح 5 ناقص 1، 3 على 10 حد الرابع، 3 على 10 قيمة الحد الرابع 27 على 500، وتساوي الحد الخامس 3 في 7 21، 3 في 2 6 أيوة هون عندي 0 0 3 5. ترتيب الحدود، الأول هو معطيني إياه تنين، الحد الثاني 3 على 5، الحد الثالث 9 على 50، الحد الرابع، الحد الخامس، حلو وسهل اللي أعطيناكم إياه بسرعة عكسية إنه هو متتالي وجد لي الحد النوني إله، تقدر توجده كانك توجد العلاقة ما بين البسط والمقام، وش المقام عندي واحد بعدين خمسة خمسين خمسمية خمسة آلاف، لاحظ بعدين في ذاك البسط رح يكون في عندك تنين ثلاثة تسعة سبعة وعشرين واحد وثمانين، علاقة مضاعفات العدد ثلاثة بنقدر نستفيد منه، إذا ثلاثة عشرة في حانون ناقص واحد اللي هي حد النوني يساوي 3 على 10 حانون ناقص 1. بس احنا ما بنصعبها عليكم هاي الصورة، بس انك انت حلو تكون انت اي سؤال بتحله تحاول تعمله بشكل عكسي. الحد الاول يساوي 5، الحد النوني يساوي ونون اكبر او تساوي 2. كيف بدي اوجد انا الحد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس؟ اول شيء الحد الثاني، الاول هو معطيني اياه 5، نيجي هون نعوض حانون 2 ح نون 2 ناقص 1 زائد 3 تساوي 2 الحد الأول زائد 3 تساوي الحد الأول 5، 2 ب 5 زائد 3 وتساوي 10 زائد 3 وتساوي 13، هاي الحد الثاني. نجي للثالث، الحد الثالث نطبق 2 حد 3 ناقص 1 زائد 3، 2 الحد الثاني زائد 3 الحد الثاني كم؟ 13، 2 في 13 زائد 3 26 زائد 3 29 الحد الثالث. نيجي هون الحد الرابع بنعوض، هاي القاعدة
تنين حد أربعة ناقص واحد زائد تلات. تنين أربعة ناقص واحد تلات، الحد التالت زائد تلات. الحد التالت هاي قيمته تنين ضرب تسعة وعشرين زائد تلات. تنين في تسعة تمنتاش، تنين تنين أربعة خمسة زائد تلات، واحد وستين الحد الرابع. نجي الحد الخامس برضو بنعوض. تنين خمسة ناقص واحد اللي هي الحد الرابع زائد تلات. قيمة الحد الرابع كم؟ واحد وستين. تنين ضرب واحد وستين زائد تلات، تنين اتناش زائد تلات، مية وخمسة وعشرين الحد الخامس. لو رتبناهم حد النوني تنين حد حد نون ناقص واحد زائد تلات يساوي، الحد الأول هو معطينا إياه خمسة، الثاني تلتاش، الثالث تسعة وعشرين، الرابع واحد وستين، والخامس مية وخمسة وعشرين. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تمام، شو طلع علينا أسئلة تانية الصفحة اللي بعديها؟ نعم، آخر شيء آخر سؤالين من التمارين ومسائل الدرس. تمارين ومسائل الدرس، جد الحد الثمانين للمتتالية. طب أنا عشان أجد الحد الثمانين لهذه المتتالية لازم أنا بالبداية بكل بساطة أقدر أوجد الحد النوني إلها بالبداية عشان أقدر أوجد الحد الثمانين اللي هو طالبه مني. خلينا نشوف كيف بدنا نوجده. طيب الحد الثمانين للمتتالية حكينا أول خطوة لازم نوجد الحد النوني. إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وغير منتهية. نشوف الواحد قبل الصفر، اثنين ثلاث، ثلاث ثمانية، أربعة ستاش. طيب خلينا نشوف هون اثنين تربيع قبلها أربعة بس هي أقل من واحد. طيب لو أجي بدي أطبق نون تربيع، واحد تربيع لازم يضلها واحد تربيع بس هي قلت واحد، اثنين تربيع أربعة قلت واحد، ثلاثة تربيع تسعة قلت واحد، أربعة تربيع ستاش، ستاش قلت واحد، قلت واحد هون عندي خمستاش، والخمسة تربيع خمسة وعشرين هون عندي أربعة وعشرين قلت واحد. إذا بنقدر نحكي إحنا نون تربيع ناقص واحد؟ أكيد. إذا حن نون تربيع ناقص واحد تحقق، حققنا على كل الحدود. بس نعملها هون الحد الرابع، أربعة تربيع ناقص واحد، ستاش ناقص واحد تساوي خمستاش، هيها عندي صحيح. الآن إيش هو طالب مني؟ طالب مني بده الحد الثمانين نون تربيع ناقص واحد، بدي أعوض مكان نون قيمة الحد الثمانين. إذا تمانين تربيع ناقص واحد، طبعا تربيع صفر صفر، تمانية في تمانية أربعة وستين ناقص واحد، كده تطلع معي 6399. تيجي هون 6400 ناقص الواحد. اختصر، ما بيصير ما بيصير بنختصر، عفوا بنستقرض. الأربعة بصير ثلاثة، هون بصير عشرة، بنروح يستقرض هاي تسعة هاي عشرة، عشرة ناقص واحد عندي تسعة، تسعة ثلاثة ستة. نيجي لآخر سؤال، خمسة ثلاثة الأعداد الزوجية منتهية، برر إجابتك. إيش خمسة ثلاثة الأعداد الزوجية؟ الزوجية اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة اثناش أربعتاش. طبعا إلى ما لا نهاية، يعني هي مش رح توقف عندي عند نقطة محددة، رح ضل مستمر. فهل بقدر أحكي عنها منتهية؟ لا، ليست منتهية. أولا ليست منتهية، فهي تستمر. الأعداد الزوجية تستمر إلى ما لا نهاية. طيب فلو أجي أحكي لك أنا، خلينا نوجد الحد النوني إلها. هاي أنا عندي هون هاي طبعا إضافة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد
مقابله 2 و2 مقابله 4 و3 مقابله 6، والفرق بين 2 وال4 2 وال4 وال6 2 وال6 وال8 2. اذا القاعده الاساسيه بتعتمد على عدد التنين ومضاعفاته، صح ولا لا؟ طيب لو اخذ 2 2 في 1 2 2 في 2 4 2 في 3 6 2 في 4 8، اذا تنين نون الحد النوني. وهي التحقق. الحد الثالث ويساوي 2 في 3 ويساوي 6. لهون يعطيكم العافية. هيك إن شاء الله أنهينا الدرس الأول، حلينا كل تمارينه، أمثلته، تدريباته، أسئلة خارجية، ربطنا الأفكار. كل الدرس بيحتوي على 3 أفكار محددة. كيف نوجد الحدود الخمس الأولى في حالة إن أنا معطيك الحد الأول ومعطيك أيضا الحد النوني؟ بدك تعتمد على طريقة الحال وتعويض أولويات العمليات. الطريقة الثانية وهي أهم شيء وكانت الأصعب، كيف نوجد الحد النوني للمتتالية، بعطيك إياها. حلينا كتير عليها أمثلة وطبقناهم وربطنا الأفكار ببعض، وكان في شغلات كتير مكررة يفترض إن هيك نتقن هاي المهارة. وكيف نميز إحنا ما بين المجال والمدى والرتب والقيم، ونوجد كمان أيضا منتهية أو غير منتهية. هيك بكون أنهينا الدرس الأول، وإن شاء الله الحصة القادمة رح نبلش بدرس جديد. بتمنى أي استفسار لكم نتواصل سوا عشان نقدر نحل المطلوب. شكرا لكم.